الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تطرق أبواب العراق. هنا في هذه الورشة التي أعدتها دائرة التدريب وبحوث الطاقة يجري الحديث عن محطة التوليد الشمسية تعد وزارة الكهرباء بإنشائها خلال 3 سنوات. تمكنا من توقيع اتفاقيات مع شركة باور تشاين الصينية، مع شركة توتال الفرنسية، مع شركة مصدر الإماراتية، مع تحالف سكاتك النرويجي بواقع 7500 ميجاوات لإنشاء محطات للطاقة الشمسية. حرصنا على أن تتوزع على جميع محافظات العراق، وبالتالي هذه العقود وهذا الإنشاء لتلك المحطات بدأ الآن في العمل به فعليا، وفي النية إن شاء الله ببداية السنة المقبلة نحيي جولة التراخيص الثانية ب 5000 ميجاوات. الوزارة عازمة ولديها خطط واعدة كبيرة جدا في إدخال محطات طاقة شمسية كبيرة جدا، وأعلنت عن بعض الشركات اللي فعلا تم التعاقد رسميا. لغاية الآن تم توقيع عقود أكثر من 3500 ميجاوات، وهدف الوصول الوزارة إلى 7500 ميجاوات لغاية 2023. وأيضا مبادرة البنك المركزي جاءت متزامنة مع هذا الموضوع لإدخال منظومات طاقة شمسية في القطاع السكني. التجارب في استغلال الطاقة الشمسية كلها إيجابية، لكنها لم تفعل في العراق لأسباب سياسية. تحاول إبقاء كهرباء العراق تعتمد على الغاز والنفط ومشتقاته خدمة لاقتصاد دول أخرى. احنا عندنا مقترح باعتبار عندنا مواضيع بحثية، هذه واحدة من المركز التدريب بغداد هو تغذيته بالطاقة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وعندنا مقترحات بدنا نتعاون ويا بقية الدوائر. احنا بالنية ان نحول كل الدائرة الى الطاقة الشمسية، يعني اخراجها من الشبكة الوطنية. على الرغم من ان الطاقة الشمسية هي اكثر شيء متوفر في العراق، الا انه لم تنشأ محطة توليد شمسية ولم يوضع حجر اساس لها حتى وقت إعداد هذا التقرير. ليث جوامير، ABC، بغداد.